تستضيف العاصمة التترية قازان القمة الاقتصادية الدولية 13 روسيا العالم الإسلامي قمة قازان 2022 التي تتزامن هذا العام مع الذكرى اليوبيلية 1100 لاعتناق الإسلام في بلغاريا تترستان سابقاً. تتزامن القمة مع حدث هام وهو مرور 1100 عام على اعتناق الإسلام هنا، وهذه مناسبة جيدة جدا لمناقشة علاقات روسيا مع العالم الإسلامي وآفاقها. أهمية هذه القمة تأتي في كونها منصة لمناقشة التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي والمعلوماتي مع مختلف هياكل منظمة التعاون الإسلامي، وخصوصا في وقت تشهد فيه روسيا محاولات غربية لعزلها اقتصاديا عن العالم. قمة قازان يشارك فيها هذا العام ممثلو منظمات دولية وحكومية ومالية وشخصيات دبلوماسية وسياسية، فضلاً عن مستثمرين ورجال أعمال من 65 دولة. العلاقة بين إيران وروسيا طالما كانت في تطور نحو الأمام، ولدينا إمكانيات عظيمة لتعزيز العلاقات الثنائية، ونحن نضع جهوداً عظيمة في تطوير التعاون التجاري ونتبادل الوفود بشكل دوري. وتناقش القمة محاور كثيرة في هذه الدورة، إلا أن أهمها التمويل الإسلامي والخدمات المصرفية الشريكة والصناعات الحلال. فيما تصل العلاقات الروسية الاقتصادية مع الغرب إلى الحضيض، تبرهن روسيا أنه لا شيء يعيق تنمية اقتصادها. وهنا في قمة روسيا العالم الإسلامي تتآزر مع الدول الإسلامية من أجل اقتصاد أقوى. يارا حسن، قازان، الميادين.